في صموئيل الثاني 21:1 كان جوع في أيام داود، فطلب داود وجه الرب، فقال الرب هو لأجل شاول لأنه قتل الجبعونيين. طبعا عارفين بقى القصة، أنا هجاوب السؤال على طول. بيقول لي لماذا يفتقد الرب ذنوب الآباء في الأبناء؟ هو أولا العهد القديم، العهد القديم هو عهد الناموس، والناموس عين بعين وسن بسن. الجبعونيين لما جم وجايبين جوالق وضحكوا على يشوع وقالوا له احنا جايين من بلاد بعيدة، فيشوع والإسرائيل حلفوا لهم بالرب ان مش هيأذوهم، واللي يقسم باسم الرب لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. فلما يشوع وعرف هو وشعب بني إسرائيل ان الجبعونيين خدعوهم، قالوا لهم ازاي تخدعونا؟ قالوا ما احنا عرفنا انكم انتوا عملتوا ايه بفرعون وجنوده، وعملتوا ايه بأريحة، وحبتوا كم ملك وهزمتوهم، عشان كده احنا عرفنا ان احنا خاضعين لكم، واللي انتوا عايزينه اعملوا فينا. قالوا طب ده احنا حلفنا ان ما نعملش حاجة. قال نشغلهم يجيبوا مية، يعني اشتروا سقة، سقة يجيبوا مية للشعب ويبقوا خدمين للشعب. ايش جبعونيين قبلوا. جه بعد كده شاول نزل في الجبعونيين وقتلهم، ولا هم القسم اللي كان أقسمه إسرائيل للجبعونيين. فبعد موت شاول المطر انقطع، فبيسأل إسرائيل وبيسأل داود بيقول له يا رب انقطع ليه؟ قال لأن شاول قتل الجبعونيين ولازم يدفع الثمن في أولاده، فكان دفع الثمن في أولاده. تيجي تقول لي طب أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، ده في الجيل الثالث والرابع، ده بالمسيح، لكن قبل المسيح الخطية لها عقاب أرضي ولها عقاب إيه؟ سماوي. العقاب السماوي في العهد القديم يتغفر، لكن الأرض في العهد القديم ما يتغفرش. أضرب لكم مثل، داود لما زنى وقتل قال لي يونسان، قال له إيه؟ أخطأت للرب، فرد عليه وقال له إيه؟ الرب نقل خطيتك، يعني خلاص سامحك في السماء، ولكن خلي بالكم، لكن انت فعلت الزنا في الخفاء، نساءك يفعل بهم فوق السطوح، انت قتلت والسيف لا يفارق بيتك. كم واحد من اولاده تقتلوا؟ الطفل اللي اتولد، وبعدين ابشالوم قتل اخوه، وابشالوم اتقتل، يبقوا بقوا كام؟ ثلاثة. طب والرابع؟ أربعة أضعاف. أدونية ابن شاول اتقتل، أسف، أدونية ابن داود قتلوا سليمان، فكانوا هم دول وتردت أربعة أضعاف. ده في العهد القديم، يعني لازم نتأدب في الأرض. أما في العهد الجديد تأديب سلامنا عليه، يعني المرأة التي أمسكت في ذات الفعل قال لها أما دانك أحد؟ قالت له لا، قال اذهبي وانا لا ادينك. ما قال لهاش ولكن، بس ابدأ حياة جديدة وانا هاخد العقوبة بدالك.